نبدأ الحلقة بصورة اليوم من هونغ كونغ لطلقات نارية فارغة أطلقتها الشرطة هناك في محاولة لتفريق المتظاهرين خلال الإضراب العام الذي تشهده البلاد للمطالبة بديمقراطية أوسع. والتقط الصورة أنتوني والاس لوكالة الأنباء الفرنسية AFP. أما فيديو اليوم فمن البرازيل، حيث نشرت السلطات الأمنية في ريو دي جانيرو هذه اللقطات التي تظهر ما تقول إنه تاجر مخدرات يخلع زيا تنكريا بعد توقيفه خلال محاولة الهرب من السجن، وكأنما هو مقطع من فيلم أمريكي ينزع عنه القناع والملابس ويتحول شكله من امرأة إلى تاجر مخدرات في لحظات. وفي مثل هذا اليوم من عام 1962 عثر على الممثلة الأمريكية مارلين مونرو ميتة في غرفة نومها في لوس أنجلوس، وسجلت الوفاة الغامضة إلى الآن على أنها انتحار بالحبوب المنومة والإفراط في تناول الكحول. وتعد مارلين مونرو واحدة من أجمل وأشهر نجمات هوليود خلال الخمسينيات وأوائل الستينيات، حيث كانت من بين الممثلات الأعلى أجرا في تلك الحقبة، وحققت أفلامها 200 مليون دولار في عام رحيلها، وما تزال الأجمل ربما. والآن إلى موضوعنا الرئيس اليوم، الشباب والحراك الشعبي. موضوع الشباب والثورات غالبا ما يناقشه المحللون والأساتذة الجامعيون بعد انتهاء الصراعات والحروب والحراك الشعبي، إلا أننا حريصون على الاستماع لشهادات حية ومعاشة وبعيدة من التنظير. ستكون لنا محطة مهمة اليوم مع شهادات الشباب السوداني، وهو لا يزال يهتف في الشارع مطالبا بالحرية. اليوم نفتح شبابيكنا على أحلام شباب السودان وطموحاته وأحلامه، ولكن أولا نتوقف مع الزميلة رانيا دريدي وشرح أوفى لدور الشباب في الحراك الشعبي في السودان. أن تكون شابا في السودان يعني أنك ولدت وترعرعت وقضيت مرحلة الصبا والشباب وأكملت سنوات الدراسة وبلغت 30 من عمرك، ولم تشهد غير عمر البشير رئيسا ونظامه حاكما لم يبرح مكانه. ثقلت العقود الثلاثة على شباب السودان وهم لا يرون من الإنجازات والوعود غير القليل، فكان الحراك والثورة يوم 19 من ديسمبر الماضي حتى اقتلاع النظام وإسقاط البشير في 11 من أبريل الماضي والوصول إلى اتفاق وصف بالتاريخي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير التي قادت الثورة، وهي ثورة شبابية بامتياز. ولأن الحديث على شباب فلا بد من الإشارة إلى أعدادهم وأوضاعهم في سوق العمل. يعتبر السودان من الدول الشابة وفق تقديرات الأمم المتحدة، حيث تبلغ نسبة الشباب نحو 55.6% من مجموع السكان البالغ نحو 40 مليون نسمة حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء في السودان لعام 2017. هذه الطاقة الشبابية تعاني البطالة وضيق الأفق، فقد بلغت نسبة البطالة في السودان نحو 20% في تقرير نشرته وزارة تنمية الموارد البشرية عام 2018. وأوضح التقرير أن نسبة البطالة بين الشباب بلغت حوالي 34% وبين الخريجين 48% وبين
بين الشابات 45%، وبين حاملة الشهادات الجامعية 25%. الأرقام الدولية كانت سباقة في كشف حال السودان، فوفق تقرير لمنظمة العمل الدولية لسنة 2016 ذكر أن السودان يقع ضمن أسوأ المراتب في العالم من حيث معدلات البطالة، بعدما وصلت هذه النسبة إلى 19.5% من أصل قوة عمل تقدر بنحو 11 مليون شخص. يواجه السودان أزمة اقتصادية واجتماعية حادة تعود لسنوات مضت. تداعيات هذه الأزمة ساهمت في ارتفاع نسب الفقر والبطالة بالإضافة لانخفاض مستوى المعيشة. ففي تقرير نظره الجهاز المركزي للإحصاء بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية عام 2014 كشف أن نسبة الفقر في السودان تبلغ 36%، وأكد التقرير أن 25% من سكان السودان يقعون تحت دائرة الفقر المدقع. ورغم أن السودان يوصف بسلة إفريقيا ويتميز بجغرافيا متنوعة وموقع متميز ويعتبر ثاني أكبر بلد في إفريقيا بعد الجزائر، إلا أن هذا البلد الغني وبعد 3 عقود من حكم البشير أضحى في المرتبة 8 من بين أفقر 10 دول في العالم رغم موارده وثرواته الضخمة، وحاز المرتبة 7 في قائمة أكثر دول العالم فسادا بشهادة منظمة الشفافية الدولية. ولنناقش إذن هذا الملف ينضم إلينا في الاستوديو محسن أبكر الطالب الجامعي، وأيضا من الخرطوم سيكون معنا غازي الريح الناشط السياسي. مساء الخير وأهلا بكما. أبدأ معك محسن، يعني يقال إن العقود الثلاثة الأخيرة قضت على أحلام وطموحات الشباب السوداني وأحلامهم بتغيير ممكن، إذا بدك الحراك أعاد لكم هذه الإمكانية اليوم، ما هي أبرز هذه الطموحات والأحلام؟ من الطموحات والأحلام حق الشباب السوداني أنه احنا دائما بيطلع خلال الصيف الواحد بيطلع يجلس برا السودان، تعرف على كلتشرز ثانية، تعرف على عادات وتقاليد ثانية، بس في حين أنه ممكن احنا في السودان عندنا موارد ممكن تخليها من أكبر الدول في العالم، ممكن تخليها من أكبر الدول السياحية في العالم، بدل ما نحن نطلع برا السودان ممكن الناس تجي عندنا، نحن بدل ما نحن اكسبلور اذر بيبل الناس تجي تتعرف على عاداتنا وتقاليدنا، لانه دولتنا الحمد لله غنيه بكل شيء، موارد بشريه، موارد تنمويه، غنيه بموارد سياحيه، عندنا اثار، عندنا بلدنا دوله المملكه الكوشيه من اقدم الممالك في العالم، المملكه النوبيه من اقدم الممالك في العالم، فعندنا حاجات كثيره في السودان ممكن تتطور، بس كنا مقيدين في الفتره الاخيره في 30 عقد الاخير مقيدين، غير انه من الحكومه حتى من اهالينا، يعني انت وين لو عايز تفكر برا الصندوق يقول لك لا كده ما صح كده غلط، فوصلنا لمرحله خلاص. نعم، إذا هي مطالب تتعلق بالتنمية وبالقضاء على الفساد، بتنمية قطاعات طبعا السياحة وال تنمية كل القطاعات عندنا في السودان، ممكن ننمي السودان كله من كل الجوانب. نعم، وثورة على جيل خلينا نقول الآباء. هي ممكن أقول لك إحنا بنقول لهم الديناصورات. نعم الديناصورات. الديناصورات لأنهم قدام خلاص، إحنا وصلنا لمرحلة إحنا نشتغل. إن شاء الله يكونوا عم بيسمعوك أهلك هلا. يا رب. فيا وصلنا لمرحلة إنه إحنا الشباب خلينا ناخذ الراية، خلينا نغض بيدنا، إحنا عندنا أفكار متجددة دائما، يعني حتى في تنظيم المظاهرات عندنا في لندن هنا زمان كان في أسلوب واحد لتنظيم المظاهرات، كلها تكون واقفة في حتة معينة، بس الشباب لما جاء شارك في المظاهرات كان في ما شاء الله ظهور كبير جدا من الشباب، في افكار جديده من الشباب، دائما بيكون في بانرز خلال المظاهرات، بيكون في اشكال جديده، حتى التظاهرات بتتغير من اسبوع لاسبوع. صحيح، بيكون في اشكال مختلفه، وكان فيها درجه من الابداع فاجات العالم ان كان في السودان او في طبعا بلاد الحراك العربي الربيع العربي. انتقل اليك استاذ غازي، كيف تشكل الوعي السياسي لدى الشباب السوداني تحديدا؟ طبعا نحن تحدثنا في حلقات سابقه عن تشكل الوعي السياسي لدى الشباب العربي لكل بلد خصوصية ما، لكن في السودان يعني عقود من القمع، قمع الحريات، لا وجود لأحزاب سياسية، لا وجود لحرية تعبير، من أين جاء هذا الوعي اليوم في الشارع لمظاهرات سلمية، للمطالبات بأحلام وطموحات ومطالب واقعية ومحقة؟ طبعا لأن الثورة السودانية هي ما قامت ثورة بتاعت خبز أو ثورة جوع، هي ثورة بتاعت كرامة،
وثوره بتاع التحرر يعني من كل القيود الموجوده. الاضطهاد اللي كان موجود خلى الناس انها هي توعى وتعرف حقوقها وتفهم انه يعني عشان تتحرر من قيدها هي لازم تنهض. الشباب السوداني عددهم كبير جدا، بيمثلوا 60% من نسبة السكان في السودان، وأعمارهم الأعمار ما بين يعني لو تكلمنا عن إنه الأعمار ما بين 15 ل 30 سنة هم اللي بيشكلوا 60% دي من النسبة بتاعت الشباب السوداني، وهم اللي قاموا بالثورة. نعم. وهم الحقيقي اللي انتفضوا يعني، وده راجع لأنه ناتج لأنه الوعي تشكل من خلال الاحتكاك الخارجي ومن خلال العلم والتعليم وكده، وتشكل من خلال المقاومة اللي كانت موجودة. انا بس لانه بختلف انه المقاومه دي احنا ورثناها وراثه يعني للنظام، احنا نتكلم عن نظام استمر لمده 30 عام. لكن اذا عم تحكي استاذ غازي عن مناهج تعليميه تخضع مناهج تعليميه تخضع الطلاب للتدجين وللحزب الواحد والحاكم الواحد والسلطه الواحده والدوله العميقه، فكيف تشكل هذا الوعي؟ نعم، الوعي ده تشكل من زي ما قلت لك انه من خلال المقاومه اللي هي قامت لفتره طويله طيله 30 عام. ظل الشعب السوداني في حاله بتاعت ثوره على النظام الموجود اللي هو بيحاول يدقن الشعب السوداني ويحاول يدقن الشباب. نعم. لكن ما افلح ولا استطاع، لانه زي ما قلت لك انه الحياه دي كانت بتتوارث عبر الاجيال في السودان، وهي كانت جذوه الثوره دي ما انطفت في يوم من الايام، وبالعكس الشباب زاد عليها زياده. نعم. لانه كانت تطلعاتهم وامالهم وطموحاتهم في ان هم يكونوا جزء من شكل التنميه بتاعت البلد ويكونوا جزء من شكل الحراك، ولانه في حتى عشان يعني اسباب ممكن تكون شخصيه انه الواحد لو داري ينضم للعضويه المجتمعيه اللي هو يكون زول منتج شغال موظف. نعم. مثلا او يكون عنده بزنس، ولا هو يكون متزوج، او اللي يكون عنده اماله وطموحاته الشخصيه اللي هو داري حقيقه. يعني حتى شروط الانضمام للعضويه المجتمعيه دي ذاتها كانت يعني كانت من المكان بصعوبه للشباب السوداني. نعم. افتكر انه الفرصه حسي ما مواتيه بس انه لانه احنا نصهر وعي الشباب السوداني ولا كده، لا، وعي الشباب السوداني هو حيصهر بعد يعني بعد الثوره وبعد الاستدامه بتاعت الديمقراطيه وفي المجالات المختلفه، مجالات. نعم. التنميه. وسنتحدث طبعا عن المرحله المقبله ان كان المرحله الانتقاليه او المرحله المقبله، ارجو ان تبقيا معنا. الشباب في السودان يتطلع الى غد افضل ويامل ان طبعا تحقق له الثوره طموحاته واحلامه، حتى الشباب الذي يلعب كره القدم لديه تطلعات من هذه الثوره. علي رباح، ونتابع ونعود. الميادين الترابية في الخرطوم تتحول قبيل غروب الشمس إلى ملاعب لكرة القدم، ملاعب ينقسم فيها أبناء الأحياء إلى فرق ترتدي قمصانا موحدة وتتقيد ببروتوكولات الكرة وكأنها على أضخم ملاعب العالم، ثم تنطلق اللعبة هنا على هذا التراب بمبادرات فردية ومن دون أي تدريب أو تنظيم. في الخرطوم خاصة وفي السودان عموما يعني عندنا الميادين الترابية دي يعني متوفرة في يعني بالذات في الفترة الماضية بوسط الأحياء، يعني فالفرصة متاحة أمام النش إنه يمارس النشاط فيها، لكن هو نشاط عفوي غير منظم، يعني يمارس نشاط بدون تدريب بدون يعني ما مصحوب بإدارة فنية للمنشط. وهنا شاب يلعب دور المدرب والمرشد لمواهب تبحث عن فرصة. معظم المواهب في السودان يعني ما بتلقى الفرصة، يعني ما بتلقى فرصة إنها تتطور وتصل لمراحل متقدمة، يعني اللاعب بيكون فيه الكفاءة وبيكون فيه يعني المهارة والموهبة، بس يعني ما قدر إنه يصل لقدام يعني لمراحل متقدمة عشان انه يعني يلعب ويظهر ويقدم المستوى المطلوب منه. مستوى عال يسعى اليه اللاعبون، لكن لا امكانات ولا تحفيز. امكانيات ما في ناس بحفزوك عشان تبقى انت افضل لاعب كده في السودان في افريقيا وعادي. وهناك من ينتظر التغيير والانتخابات القادمه لسن القوانين الرياضيه. اتوقع من تغيير في القادم إن شاء الله بشجاعة شديدة جدا، والبرلمان القادم إن شاء الله يغير قوانين هيئات الشباب والرياضة حتى يفك الارتباط بين علاقة الأندية
بقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظامه الأساسي. على هذا التراب يزرع الشبان حلما بانتظار نجاح ثورة تفرز سلطة مدنية تحول أحلامهم إلى حقيقة وتنقلهم إلى ملاعب الاحتراف. إذن يعني حتى فرق كرة القدم في العالم العربي محرومة من الوصول إلى العالمية بسبب هذه الأنظمة القمعية، لأن العمل الجماعي ربما ممنوع، لأن تشكيل الأحزاب ممنوع، التفوق دائما لأفراد في الرياضة وليس لفريق بأكمله. محسن، أعود إليك، حلم القصاص لدم الشهداء هو أيضا اليوم مشترك بين الشباب السوداني، ماذا تقصدون بالقصاص بالضبط، خاصة وأن المنطقة العربية اليوم تفور بالحديث عن الانتقام، عن القصاص، عن العقاب، عن المحاكمة، فما الذي تقصدونه بالضبط؟ بالقصاص بنقصد أنه تتقدم جميع المجرمين، جميع الناس اللي شاركت في المجازر الجماعية من دارفور، من جبال النوبة، من المجازر اللي حصلت في فترة ثورتنا العظيمة، يتقدم كلهم للمحاكمة عادلة. فدي الطريقة الوحيدة اللي ممكن نجيب بها القصاص، ما تفكر أنه نأخذ سلاح ولمش إذا نروح لهم تقتيل وقتله، لا، بالقانون كله ويتقدموا كلهم للمحاكمة. من الذي سيحاكمهم؟ جيل الديناصورات؟ ما فكرة ما كده. الحسي حاليا هو حرية والتغيير، هي المتمسكة بالقضاء في السودان بعد التوقيع، فحيكون في حاكم، في حيكون في قاضي عادل، في قاضي كل الشعب حيكون متفق عليه وهو اللي حيحكم عليهم ان شاء الله، هو حيجيب التار او حيجيب القصاص للشهداء المجد كلهم. نعم. سيد غازي، يعني اذا المطالب، الاحلام، الطموحات واضحه وضوح الشمس، فبرايك هل سيكون من الممكن، هل ستستطيع الحكومه المقبله طبعا ان تخوض او تعمل على استراتيجيه شامله تشرك فيها جيل الشباب لتحقيق هذه المطالب الواضحه؟ وده طبعا التحدي الاكبر للحكومه القادمه، ان هي تحاول تعالج الأزمة بتاعت البطالة في السودان ودورها في التنمية وإعادة البناء. أفتكر أن إعادة البناء مرهونة بدور الشباب، يعني وإعادة البناء بتاعت السودان وتنميته هي مرهونة بالأفكار الجديدة وبالقوة اللي هي يعني القوة العاملة، القوة اللي هي ممكن تكون مؤهلة وعلى قدر عالي من المسؤولية والوطنية، فإنها هي تنجز المهام بتاعت إنجاز دولة ديمقراطية حديثة ويكون فيها يعني دولة لا تعادي حتى الدين ولا تعادي حتى حرية الاعتقاد وحرية الرأي، ودولة بتشجع الشباب على التعليم وعلى البحث العلمي، ودي المهام الأساسية. أنا أفتكر أنه هي أكبر مهام. نعم، أنت تتحدث سيد غازي عن التحديات. نعم، عن التحديات، لكن برأيك هل هذا متاح؟ هل تنتظرون من الثورة أن تحقق لكم هذه المطالب؟ الثورة وحدها ليست كفيلة بتحقيق مطالبنا، لكن بعملنا وباجتهادنا وبضغطنا، لأنه إحنا نصل لكل الغايات بتاعت الثورة وأهدافها، أفتكر إحنا قادرين نعمل الحي زي ما عملنا ثورة وقدرنا ننزع نظام استمر جاسم على صدر الشعب السوداني لمدة 30 عام. إحنا قادرين إنه نحقق أمالنا وطموحاتنا كشعب سوداني في إنه إحنا نكون دولة يشار إليها، يعني ودولة تكون زي باقي الدول في مصاف الدول المتقدمة حقيقة. يعني أمال الشعب السوداني كبير جدا، وأفتكر إنه التحديات كانت كبيرة جدا وعقبات مواجهة يعني لسه وحتواجه الشعب السوداني في الفترة القادمة، لكن أفتكر إنه الشعب السوداني قادر دائما يصنع المستحيل زي ما عودنا زي يعني كل مرة. نعم، محسن، أنت لم تعد إلى السودان أثناء الحراك، وطبعا أنت في لندن منذ سنوات طويلة، قبل الحراك بسنوات طويلة جئت للدراسة، لكن لديك تجربة أيضا قاسية، فقدت أحد أصدقائك في الحراك، وبالتأكيد أنت على تواصل. ثلاثة يعني للثلاثة أصدقاء، العمر إليك والعزاء لكل الشهداء. الثورات طبعا أثمانها باهظة للأسف في بلدان قمعية وديكتاتورية كبلداننا. كيف ترى الثورة من الخارج اليوم، وما الذي تطمح إليه كدور لك في المشاركة فيها؟ أولا نترحم على الشهداء جميعا الذين فقدوا أرواحهم في ثورتنا المجيدة وما قبل ذلك.
كشباب من الخارج نطمح جميعا عن الشباب، كلنا نتكلم على نحن عايزين نرجع السودان، عايزين ننمي بلدنا، عايزين نعمل مشاريع من هنا نستفيد بها، نستفيد بها السودان من هنا وداخل السودان. يعني في كمية من الشباب حاليا في لندن بفكرة أن يفتحوا شركات في السودان، مصانع مزارع، عايزين نرجع نلمي السودان تاني. في كمية من الشباب بحاول يلمي بالجهات تانية كتكنولوجيا، التكنولوجيا بطرق مختلفة. في في كمية هنا في لندن في يعني يعتبر جالية مصغرة خليني أقول من الشباب السوداني. في جالية صغيرة الحين من الشباب حاليا بتحاول تفل نقاب بين أن السودانية اللي كان موجودة ولده هنا أو عاشر من زمانك واللي دحين جو لبريطانيا في خلال السنة الفاتت تفل نقاب يعني تو اكسجين يتبادلوا العادات والتقاليد بين بريطانيا وهنا عشان يشوف السودان اصلا. يعني مثلا الناس اللي قاعده من زمان ما عارفه السودان محتاج شنو، فالناس بتكون جايه جديد بتوري مثلا احنا في السودان كنا عايشين كذا وكذا في الناقص كذا. وفي واحد ربنا يرحمه محمد مطر كان عنده مشروع، واحد من مشاريعه انه تنميه الصرف الصحي في السودان عامه، فدي كان يعني الثروه الشعبيه ضاعت ساكت. فالشباب مهيئ تماما، الشباب كله جاهز وكلنا على قدم الوساخ وعايزين نرجع السودان. فان شاء الله ان شاء الله في افكار كثيره وحنفاجئكم بالسودان الجديد. يعني لارواحهم السلام، ونتمنى لجميع المغتربين والمهجرين قسرا او طوعا ان يعودوا باقرب وقت ممكن كي لا يتركوا الساحه للجانب الاخر. استاذ غازي، تحدث طبعا محسن عن علاقه هذا الجيل بجيل الاباء، خليني اقول لن افترض انك من جيل الاباء بس عم بفترض انك من جيل ربما في الوسط يعني بين الابناء والاباء. قديه الثوره هذه ايضا هي ثوره على كبار السن، يعني في رده فعل حقيقيه عند الشباب من نظام قائم باساساته خليني اقول كلها تقريبا على كبار السن. هي والله ثوره طبعا لترسيخ مفاهيم مختلفه ومغايره، وثوره مواكبه للتطورات والتغيرات من حوالينا في العالم كله. يعني الثورة بتعتمد في على أساسها في التكنولوجيا، ودي وضحت من الأساليب بتاعت المقاومة اللي كانت موجودة، استخدام السوشيال ميديا للدعوات للتظاهر وكده ولإسقاط النظام. أفتكر إنه الجيل الحالي أو الجيل الشاب اللي هم شباب الصغار اللي هم أصغر مننا في العمر، يعني أفتكر إنه هم مواجهين بتحديات بتاعت إنه كيف إنه هم يقبلوا وجود حتى جيل الآباء أو جيل العمر كبير يعني أو المتقدم عليهم في العمر، كيف يقبل إنه وجوده داخل الفكرة العامة بتاعت بناء الدولة، وكيف يستفيدوا من خبراتهم، كيف يتعاونوا معهم ويتواصلوا معهم. بنفس الصورة نفس التحديات بتواجه الأجيال الكبيرة في ناحية كيف تتواصل مع الشباب، لأنه هم بشوفهم فكر إنه الشباب غيروا نظرتهم يعني نظرة الجيل الكبير، لأنه كانوا بيشوفوهم إنهم الشباب الصغار، الشباب بتاعين المزيكا، الشباب بتاعين كده، يعني كانوا شايفينهم إنهم جيل ضايع وجيل طايش وجيل مخدرات وكده. أفتكر إنه أثبتوا حقيقة عبر الثورة دي إنهم جيل قدر المسؤولية وحملوا المسؤولية وقدموا تضحيات باهظة يعني وتكلفة عالية. فالمعادلة اللي ممكن تخلي الجيلين انه يكونوا موجودين هي حب الوطن. نعم. حقيقة يعني والتجرد والانتماء. نعم. للوطن. محسن، هل تقبلوا المصالحة؟ لازم هل تقبلوا هذا زي ما قال الاخ انه في مشكلة تفكير افكار، يعني عندهم تفكير قديم وعندنا تفكير جديد تاما، عرفت؟ ف حاليا حتى الاحزاب هنا حتى السياسيين الكبار الموجودين هنا بيحاولوا يستقطبونا، بس احنا بنقول لهم هنا في السودان يعني هنا في لندن. في لندن يعني بيحاولوا يستقطبوا الشباب، بس المشكله شنو بنقول لهم؟ انت يا جماعه الافكار بتاعتكم قديمه لسه في في الاحزاب بتاعتكم، حاولوا تجددوا الافكار، حاولوا يستقطبوا الشباب، جددوا استخدموا افكار الشباب على اساس انكم تستقطبوا الشباب زياده عندكم في الاحزاب، فممكن كده نستفيد من الجيلين مع بعض. لكن لو الجيل القديم زي ما اقول الديناصورات لسه تفكر بالتفكير القديم فحتكون حاجه يعني صعبه، تنحوا جانبا ما تنحوا جانبا استقطبوا الشباب. نعم. هي طبعا ورثوها. واحده من التحديات الاساسيه
من التحديات الأساسية إنه الأحزاب السياسية لازم تغير من مفهومها ومن منتوج الفكري والسياسي. هل يمكن لهذه الأحزاب سيد غازي أن تغير من مفهومها مع وجود نفس الوجوه؟ يعني لو افترضنا إذا الثورة كانت على كبار السن، ما بدنا نحول الموضوع إلى صغار السن وكبار السن، لكن هذه حقيقة في الوطن العربي، معظم الجيل الجديد اكتسب وعيه على وجوه معينة تنتمي إلى جيل آخر، جيل الديناصورات. فهل متاح لهذا الجيل أن يغير فعلا، وخاصة أنه حتى المعارضين منهم على فكرة سبقتهم الثورات ولم يشاركوا فيها كما يجب؟ الأحزاب مواجهة بتحدي حقيقي يعني في بعد التغيير وبعد الثورة، في أنها هي تقدر تحول يعني هيكلتها وتحول برامج السياسية لبرامج مواكبة يعني وبرامج وطنية حقيقة. أحزاب لم تعقد مؤتمرات قاعدية أو استثنائية أو مؤتمرات عامة للأحزاب عشان تشكل هياكل جديدة على حسب النظام الديمقراطي وكذا. أحزاب تعاني من فقر في الديمقراطية داخلها. أحزاب تعاني من وجود وجوه أدمنت الفشل السياسي طيلة العقود الماضية. يعني ممكن نتكلم عن نفس الأوجه أو نفس الناس بتتكرر علينا وعلى سدة الأحزاب كغيارات موجودين لمدة يعني ما أقل من نصف قرن يعني حسي هم موجودين. فأفتكر إنه هم الأحزاب مواجهة بالتحدي لأن هي تقدر تغير برامجها عشان تقدر تواكب عشان تقدر تكون موجودة. نعم. لكن لنفهم يعني التغيير في هذه يعني البرامج، أسأل محسن، يعني محسن عائلتك بالتأكيد هناك من كبار السن خليني أقول أو من الجيل الآخر، وأفترض أو ما بعرف أنه هن مع الثورة، فبماذا تتلاقى مطالبكم وبماذا تختلف؟ مطالبنا بتتلاقى في وقف الحروب مثلاً، تتلاقى في تنمية البلد عامة، تختلف في الحريات، ما عايز أقول حريات ككل بس بتختلف حريات اجتماعية، حريات اجتماعية. ففي لسه مفهوم أنك الاختلاط مثلا عيب، في مفاهيم أنه في أشياء، في مفاهيم إحنا اللي بيسكروا على التلفزيون، بس في مفاهيم الجيل القديم ما قادر يدي الشباب حرية كاملة فوقها. ف بنتفق في أشياء، بنختلف في أشياء أكيد طبعاً، تفكير مختلف تماماً منهم ومننا. فالحاجة الوحيدة جماعتنا ممكن نقول في الثورة أنه كلنا كان هدفنا أنه خلاص أنه الحكومة هذه خلاص خلصت من الدولة، من موارد الدولة، انتهت من موارد الشعبية، انتهت من موارد العقول البارزة في السودان. فكلنا اتفقنا أنه خلاص هنا انتهينا، واتفقنا أنه السودان كل مرة بحروب كثيرة فكان لازم الحروب تقيف، فكلنا نكون متفقين انه خلاص. ففي اشياء كثيره اتفقنا فوقها وفي اشياء اختلفنا فوقها طبعا. نعم طبعا. وتعتبرون انه الثوره هي ثوره على كل شيء، خلني اقول ثوره على كل شيء سائد وبالن بالنسبه لكم؟ لا، ثوره على كل شيء. احنا من صغار مما دخلنا المدرسه كنا ممنهجين، يعني من المدارس بالمنهج على الحرب. لما تدخل الثانوي بتلبس لبس عسكر. صحيح. الأغاني في التلفزيون كلها. أعتذر محسن، مضطر أختم. محسن أبكر، إذن الطالب الجامعي السوداني مقيم في لندن، شكرا جزيلا لك لحضورك معنا، وأيضا أشكر السيد غازي الريح الناشط السياسي. شبابيك متواصل معكم وفيه بعد الفاصل. تأجيل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية يثير استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في رام الله. المسرحية الغنائية الأجنحة المتكسرة تحلق فوق مسارح مهرجانات بيت الدين في بيروت في شباك الفنون. ونزور فرنسا في شباك الدنيا لنتابع كيف احتفلت مدينة شانتيي الفرنسية بمرور 300 عام على افتتاح الاسطبلات الملكية هناك. والآن إلى شباك هاشتاغ الذي يأتينا اليوم من فلسطين مع مراسلتنا يارا العملة. مساء الخير يارا وأهلا بك. إذن يارا، نبدأ مع الهاشتاغ الأول الذي أثار استغرابي بعض الشيء، يعني عن مطالبات بتأجيل افتتاح المدارس إلى الأول من أيلول. يعني عادة المدارس
تفتتح أو تفتح أبوابها في الأول من أيلول سبتمبر، فلماذا عندكم بالعكس أو بوقت أبكر؟ عندنا نحن غير. أهلا بك ديما. صحيح، يعني العودة إلى المدارس أو بدء العام الدراسي سيكون عقب عطلة عيد الأضحى المبارك. كل عام والجميع بألف خير. مباشرة طبعا سيبدأ العام الدراسي، ولكن الاتحاد العام للمعلمين طالب بتأجيل العام الدراسي إلى ما بعد أيلول، حتى وذلك نظرا للأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية والتي لم تعد تخفى على أحد، وذلك عقب قرار سلطات الاحتلال في فبراير الماضي خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال الضرائب التي تجبيها بدلا عن السلطة، وبالتالي يعني السلطة كانت قد رفضت منذ ذلك الوقت استلام هذه الأموال منقوصة مدى أدخلها في أزمة دفعها لصرف نصف الراتب لموظفي القطاع الحكومي. يعني اليوم كانت قد أعلنت بأنها ستصرف أو اليوم صرفت 60% من الرواتب، وهذا ما دفع اتحاد المعلمين للمطالبة بتأجيل العام الدراسي وأيضا تقليص الدوام إلى 4 أيام عند بدء العام الدراسي، وأيضا يعني تأجيل دفع أولياء أمور الطلبة لأقساط المدارس، وذلك في سياسة التقشف حتى انتهاء هذه الأزمة. الحكومة اليوم في جلسة قالت بأن العام الدراسي سيكون في موعده ولن يكون هناك أي تأجيل، وقالت بأنها سوف تدرس مع الاتحاد يعني لرفع معاناة أو آلية رفع معاناة المعلمين وأيضا أولياء أمور الطلبة. أيضا هذا الموضوع مثلك تماما ديما أثار استغراب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفتح بابا للنقاش. دعيني أبدأ مع حيدر. كتب: ما يثير الاستغراب الشديد في اقتراح الأمانة العامة لاتحاد المعلمين الفلسطينيين تأجيل افتتاح العام الدراسي وتقليص عدد أيام الدوام إلى 4 أيام وتأجيل الأقساط المدرسية على جميع أبناء الموظفين الحكوميين هو أنه لم يتم حتى التفكير به سابقا عندما بدأ معلم غزة معاناتهم المعروفة. سليم كتب: لو قلصنا أيام التعليم إلى 50% وقلصنا المرضى إلى 50% وقلصنا الطعام والشراب إلى 50%، هل ستقلص السلطة سفرياتها وعناصرها ولجانها المركزية والوطنية والتنفيذية إلى 50%؟ يتساءل. خميس كتب مؤيدا لطلب اتحاد المعلمين وكتب: أنا مع اتحاد المعلمين في تأجيل افتتاح العام الدراسي إلى مطلع شهر أيلول. مروان وجه سؤالا لاتحاد المعلمين وكتب: هل تأجيل افتتاح العام الدراسي إلى 4 أيام إنجاز وخطوة في طريق حل أزمة الرواتب؟ وأخيرا في هذا الموضوع ديما نقرأ ما كتب محمد على صفحته فيسبوك: أن تبدأ خير من أن تلعن الظلام، جهود طيبة لكن المفروض أن بدأتم بأصل الحكاية، المرتبات، الترقيات، غلاء المعيشة، رسوم جامعات، انتخابات، ونتمنى أن نحصل على قرارات وأن لا نقضيها مفاوضات. نعم طبعا يارا، هذا يثير الاستغراب وبيثير الحسد يعني بدون حسيدة، لأنه في كتير أهل بيتمنوا اليوم يرجعوا أولادهم على المدرسة وليس بعد عطلة عيد الأضحى. ننتقل إلى موضوع الثاني يعني بالضبط طبعاً. وهو حزين. نعم. أيضا موضوع الجريمة التي ارتكبت في مستشفى في الخليل وتداعياتها وخروجها من إطار القانون إلى إطار العشيرة. في الواقع الجريمة ارتكبت في الأردن، وهي يعني المغدور هو مسعف فلسطيني والمجرم القاتل هو طبيب فلسطيني، وكما قال يعني عائلة المغدور القتيل بأنه كان يعتبر نفسه من أشد المقربين والأصدقاء له. الواقعة أو الجريمة وقعت في الأردن في أواخر يوليو الماضي، ويعني كان قد بعد أن تكشفت خيوط هذه الجريمة اعترف القاتل بجريمته في الأردن عندما كان يتواجدان هناك لاستلام تأشيرات السفر للحجاج من فلسطين. طبعا أقيمت عطوة عشائرية في مدينة الخليل تواجد فيها العشرات من عائلتي القاتل والمقتول من بني نعيم وإذنا في جنوب مدينة الخليل. طبعا العطوة العشائرية طالبت بدفع عائلة القاتل مئات الآلاف من الدنانير بالإضافة إلى هدر دم القاتل. طبعا الجميع تعاطف مع المغدور المسعف المقتول، ولكن فتح باب النقاش مجددا إلى لجوء واحتكام المواطنين الفلسطينيين إلى الحكم والصلح
العشائري. في الحقيقة ديما كنا في السابق أعددنا تقريرا عن هذه القضية، وأنذاك قال لنا الناطق باسم الشرطة لؤي رزيقات بأنهم يسعون لإعادة بناء وترميم الثقة بين المواطن والقانون الفلسطيني، ولكن تبقى المعضلة بأن قانون العقوبات الفلسطيني هو منذ العام 1960، وبالتالي طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجددا وطرقوا باب المطالبات بتعديل هذا القانون والاحتكام للقانون وليس للحكم العشائري. إذن إسلام يقول الدين والقانون يقولان القتل العمد يتحمل القاتل وحده، وعلى المجتمع رفع الثقافة والوعي في هذه المواضيع والعودة إلى دين ربهم وليس لعادات حروب داحس والغبراء. محمد كتب شو ذنب عائلة القاتل تدفع مبلغ أكثر من 700,000 دينار باسم الصلح العشائري طالما هي مش شريكة في الجريمة ولا بأي شكل وأصدرت بيان براءة من ابنها. أنا مع سجن القاتل وقتل القاتل مع إنزال أقصى درجات العقوبات عليه، لكن مسخرة القانون العشائري لازم تنتهي. أبو فايز طبعا كان داعما ومؤيدا للحكم العشائري وكتب لولا القوانين العشائرية الناس بتذبح بعض واللي ما بيربي ابنه ابنه بيربي. رأفت كتب هو الحكم العشائري أقوى من حكم الله، الله عز وجل قال القاتل يقتل مش تقتلوا أربعة وبدكم ملايين. إياد أخيرا كتب الحكم العشائري علامة على تخلف المجتمعات. نعم يا رب فعلا، يعني هذا بالتأكيد علامة على تخلف ما ورجعية ما. وننتقل إلى الهاشتاغ الثالث والأخير، ومن المحزن فعلا أن يعني يسبب خلل فني تأجيل طبعا تأجيل مخصصات الشؤون الاجتماعية لما بعد العيد عيد الأضحى، وهم بأمس الحاجة لهذه المخصصات الأسر الفقيرة والمحتاجة. اليوم الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم كان قد بعد أن أعلن أمس بأن هذه المخصصات سوف تصرف مع رواتب الموظفين اليوم الاثنين، عاد اليوم وقال بأن خلل فني طارئ هو سبب في تأجيل صرف هذه الرواتب. طبعا نحن على أبواب عيد الأضحى وهذه العائلات والأسر بأمس الحاجة. طبعا كان قد صرح بأنها خارج عن يعني خارج أيدي وأنه خارج إرادتها ويتعلق بإجراءات يعني لم يتمكن أو تتمكن الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية من صرف رواتب هذه المخصصات. طبعا الأمر الذي أثار موجة من استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك وتويتر وتفاعلوا معها. دعيني أبدأ بمحمد الذي كتب كفاكم مهزلة بحق الغلابة وبحق الفقراء، بهذا الشهر تأتي مناسبتين، الأولى عيد الأضحى والثانية كسوة المدارس، أين الرئيس ورئيس الوزراء من هذه المهزلة؟ لماذا لم يتم صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية؟ هل هذا خلل فني؟ ولماذا لم يتم الخلل الفني بصرف رواتب القيادات بالرتب العالية؟ كفاكم مهزلة. مهند كتب وزير ورئيس وزراء ورئيس مش قادرين يوفروا رواتب للشؤون الاجتماعية، شو لزومكم عفوا؟ حق بدلكم ونثرياتكم بتكفي رواتبهم. أخيرا فراس كتب خلل فني بيقعد شهر بينما سرقات 10,000 دولار سلمت باليد للوزراء خلافا للقانون تصرف بيوم، أهلا بالخلل الفني. كتب ساخرا من هذا التصريح للناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم. نعم يارا العملة شكرا جزيلا لك وكل عام وأنت وعائلتك والجميع بألف خير. وإلى شباك الفنون الذي يأخذنا إلى بيروت، حيث قدمت مهرجانات بيت الدين في جبل لبنان هذا العام المسرحية الغنائية الأجنحة المتكسرة، والمأخوذة عن رواية بذات الاسم للشاعر والكاتب والرسام اللبناني جبران خليل جبران خطها قبل أكثر من 100 عام. هنا على خشبة مسرح قصر بيت الدين التاريخي يحوم طيف جبران خليل جبران بطريقة مختلفة. في قالب غنائي إنجليزي مستلهم من رواية للكاتب اللبناني الراحل تحضر في هذا المكان الرومانسية بأبهى صورها، تحضر بعرض مسرحي عن الأجنحة المتكسرة التي كتبها جبران. الارتباط بواقعنا الحالي الذي جسدته القصة هو المدهش في الأمر. الأوضاع التي عايشها في مراهقته حاضرة اليوم.
شعورك وأنت مهاجر وأنت تغادر وطنك، كيف تشعر عندما تنشأ في مجتمع تمنعك تقاليده من تحقيق ما تريده وكذلك الزواج المدبر؟ كل هذه الأشياء لا تزال تؤثر على العائلات حول العالم، وهذا أمر لا يصدق، لا سيما لجهات إيمانه بالمساواة بالنساء ودعمه حقوقهن. عبر لوحات راقصة اختلطت معها أصوات شابة وأنغام مدروسة، تعود قصة الحب التي عاشها جبران خليل جبران كالحلم الجميل. تجد في هذا القصر من يرويها بلغة رقيقة وكأنه لم يمض عليها سوى ساعات. أن تكون هنا هو أمر ساحر تماما، وأن تكون محاطا بجدران القصر وأن ترى ليلا مجموعة من النجوم فوق رأسك وبجانبك تلال مليئة بالمنازل المتلألئة، عندها تعرف لماذا كتب جبران ما كتبه. تحط الأجنحة المتكسرة في هذا المكان الذي قد يكون جبران خليل جبران زاره يوما، تحط هنا لأيام معدودة قصة الحب الممنوع بلون مختلف ومعاصر بعض الشيء، لكنه لم يغيرها. وينضم إلينا في الاستوديو نديم نعمان، الكاتب وممثل دور جبران خليل جبران في المسرحية، في مسرحية الأجنحة المتكسرة. مساء الخير وأهلا بك نديم. إذا يعني بعرف أنك ما تحكي عربي أو ما بتكون مرتاح تحكي عربي، لذلك سأطرح الأسئلة أنا بالعربية وتجيب بالإنجليزي. عرضت هذا العرض في لندن سابقا، وبيروت كانت المحطة الأولى في الشرق الأوسط للأجنحة المتكسرة. قلتم إنكم أجريتم بعض التغييرات أو التعديلات على النص ليتلائم مع هذا العصر، مع هذا الزمن، علما أن النص بيحكي عن الحب خليني أقول، وعن أشياء معاشة حول الحب. فما التغييرات التي طرأت على النص؟ When we started the show in London, في تقديم العرض في لندن، كان التركيز ينصب على تقديم العمل كجزء كعرض مسرحي قبل أن نتناول مسألة التراث العربي والتراث اللبناني وجبران خليل جبران. أردنا أن نحقق جدوى من العمل، لكن كنا محظوظون لأن حصلنا على جمهور، حصولنا على جمهور من الشرق الأوسط وبعضهم اللبنانيين، واستمعنا إلى ما أحبوه ولما تطلعوا إليه أيضا. كانوا سعداء جدا ليشاهدوا ثقافتهم أنفسهم يمثلون على الخشبة، وتطلعوا أيضا إلى مشاهدة المزيد حول ثقافة الشرق الأوسط والثقافة اللبنانية. وكان هذا حقا هو الذي حاولنا القيام به، هو جعل العرض يبدو أكثر مصداقية من خلال هذه التجربة في الشرق الأوسط. لكن كيف؟ ما هي التعديلات التي أجريت على النص، على الحكاية؟ لم تتغير الحكاية، حبكت الحكاية، التزمنا بالإخلاص لحكاية جبران وقصته، لكن التفاصيل التي وجدناها في علاقته مع أمه، علاقته مع أصدقائه، وما كان يناقشه معهم فيما يتعلق بالفروقات بين الشرق والغرب، الفروقات الثقافية والكوميديا التي تلعبها العلاقات الأسرية في الشرق الأوسط، ثقافة الطعام، طريقة السلام والتحيات، القبلات حين والعناق أثناء اللقاء، والأشياء التي أضفناها إلى النص بحيث يتمكن المشاهد والحضور من تلمس آثار التراث الثقافي لمنطقة الشرق الأوسط والتراث اللبناني، ونحن مدينون لهذه التجربة. هل تعتبره إذن عرض سياحي بعض الشيء أو استشراقي؟ أعتقد أن أهم ما في عمل جبران هو أنه كان رجلا كونيا،
بقي في لبنان إلى عمر 12 وبعد ذلك ذهب إلى الجامعة وقضى ما تبقى من حياته في الولايات المتحدة الأمريكية. وكل ما يكتبه رسائله وعواطفه هي عواطف كونية وإنسانية شاملة. وإذا كان هنالك ما عثرنا عليه في هذا النص هو إمكانية عرضه في أرجاء العالم. يعرف اللبنانيون جبران جيدا، لكن أردنا أن نري ونقدم للعالم درجة التشابه التي يمكن أن تكون عليها ثقافات. وأعتقد أن هذا هو المثال الملائم تماما لما يمكن تحقيقه حينما ينظر المرء خارج الحدود وخارج المعوقات، حينما ننظر إلى العالم الواحد. نعم نديم، طبعا تحدثت أن الجمهور لم يعد لا جمهور لبناني صرف في لبنان ولا جمهور غربي صرف في لندن أو بريطانيا أو أوروبا عموما. يعني الجمهور اليوم متنوع في هذا العصر، عصر العولمة خليني أقول. ما الفرق بين استقبال الجمهور العربي والجمهور الغربي للأجنحة المتكسرة؟ نعم. الفرق الرئيسي هو في فهم الأشياء أو الصعوبات التي تمر بها الشخصيات. الجمهور الغربي قد يتلمس ويدرك المعاني الموسيقية والأزياء، ولكن هنالك حد لدرجة الفهم التي قد يبلغها المشاهد الغربي. فهم لا يفهمون، قد لا يفهمون الزواج المرتب والزيجات التي ترتبها الأسر وبعض التفاصيل والفروقات الثقافية التي قد لا يقبض عليها الجمهور الغربي. بينما حينما أخذنا العرض إلى بيروت لنسمع إلى آراء النساء بالتحديد، كان هناك درجة من التطابق، وهذه هي النقطة التي تلمسناها. كانت النساء تشير إلى أن هذه الشخصية تمثلني وتلك تمثل أمي. في الواقع كان الكتاب النص جاهزا تماما، وكنا محظوظون في أن نمضي به إلى العرض مباشرة. نعم، وربما ما يثير الضحك يعني لدى الجمهور العربي أو السخرية يثير الحزن والاحتجاج في لدى المتلقي الغربي. المسرح الغنائي نديم في العالم العربي ليس رائجا، عندك فكرة ليش؟ أول شيء أعتقد أن درجة التعرض والاطلاع عليه. نحن في الثقافة الغربية نتربى على احتكاك مع هذا النمط من الفن، وهذا هو السبب الذي يجعل الأطفال والمراهقين في الشرق الأوسط لا يلمون كثيرا بهذا النوع. أما الآن فالوقائع هنا مختلفة تكون هنالك، ولكن مع ذلك هنالك نوع من نمو وتطور قبول وتقبل هذا النوع من الفنون في الشرق الأوسط، لأنه بعيدا عن أي شيء آخر ينبغي علينا أن نجد مفرا من ضغوطات الحياة ومشاكلها. فالذهاب إلى حضور عرض مسرحي هنالك عدة طرق لإيجاد فسحة للنفس، والذهاب إلى المسرح هي إحداها. نحن نرمي إلى دفع الجمهور إلى التفكير، ومن خلال هذا العرض من أجل تقديم ثقافة الشرق الأوسط وأدب جبران وتقريب الثقافتين مثلما فعل جبران نفسه. وأنا أيضا هذا ما فعلته، لقد قضيت حياتي معظمها هنا في المملكة المتحدة، وأمي بريطانية ووالدي لبناني، وأنا أمثل الثقافة في النهاية. وهذا ما ألهمني وهو ما أتمناه أيضا، هذا الحلم الذي أن يتبناه الآخرون في الشرق الأوسط، لأن بإمكاننا دائما تقديم ما ينفع هنا. نعم، هل ستعرض في لندن أيضا مرة أخرى؟ أتمنى ذلك، أتطلع إلى ذلك.
ابتدأنا في لندن وطورنا العمل هنا في لندن، وقد قدمنا عروضا غنائية أخرى هنا في لندن، لكن الآن نحن نركز عملنا على الشرق الأوسط، وبالتأكيد نحن نتطلع إلى أن نمضي في عرض جبران في كل مكان نستطيع، ولكن حالما نفرغ من هذا العرض ربما في العام القادم سنعود به مرة أخرى إلى هنا إلى لندن لتقديمه للجمهور. نعم نتمنى ذلك. سمعت ياسمين. فإذا نديم نعمان الكاتب والممثل البريطاني اللبناني، شكرا جزيلا لك. كليكيا أرض الأسود فيلم يعرض أهم محطات في التاريخ الأرمني في آسيا الصغرى خلال 3 قرون. تفاصيل في هذا التقرير. شهدت سينما متروبوليس في لبنان عرضا خاصا لمقتطفات من فيلم كليكيا أرض الأسود للإعلان عن انتهاء تصويره وبدء مرحلة التوليف تحضيرا لإطلاقه جماهيريا في مدة عام تقريبا. During this film we are going to show about the Armenian kings and princes and princesses during the era 1080 to 1385. Which holds 3 centuries. So in between these 3 centuries, we have a big and huge history. Phoenicia needs a new king. It needs you. كليكيا أرض الأسود فيلم سينمائي يعرض التاريخ الأرمني في آسيا الصغرى خلال 3 قرون من تصدي الأرمن للأعداء ومحاربتهم في سبيل التحرر، ساردا تاريخ المملكة القوية والمزدهرة. تضمن الفيلم تقنيات ومعايير تكنولوجية حديثة ومؤثرات خاصة لإنتاج فيلم تاريخي لشركة دومينو بدعم من هاروت فاتشادوريان وإخراج أشوت أراكيليان. Full cast and full actors team from Armenia. We showed 23 days. We keep all of quality and did 2 years post production. There is many visual effects. فاصل قصير تتابعونا بعده. في شباك الثقافة نطلع على كتاب صور من حياة مجتمعات سورية القرن العشرين للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. معونات أمريكية قدمت إلى السودان أواسط القرن الماضي غيرت عاداته وثورة شعبية أسقطت نظامه، فما الرابط بينهما؟ نستضيف مخرجا وثائقيا، مخرج فيلم مصيدة القمح في شباك العربي بعد قليل. منظمة الصحة العالمية تؤكد السجائر الإلكترونية لا تساعد في مكافحة السرطان. التفاصيل مع دانيا أرشيد في شباك الصحة بعد قليل. استكمالا لموضوع نقاشنا الرئيس اليوم، كاميرا العربي في السودان سألت بعض الشباب عن طموحاتهم وتوقعاتهم للثورة. نتابع بعض هذه الأحلام. تحقق هذه الثورة التغيير الوعي. احنا قلنا هي ثورة بتاعت وعي. الوعي هتغيرنا هنا نحن في أنفسنا. عندنا حملة اسمها حملة حنبنيه، فبالتالي نحن أكيد طبعا هنبدأ التغيير مننا حتى عندنا نشوفه اللي هنشوفه الشارع. الحاجة الثانية عندنا فيها 3 بنود أساسية اللي هي بند الصحة والمعيشة والتعليم. فده الحاجات متأكدة منهم تماما إنها هي ممكن تتعامل. المعيشة هي الأول والأخير. الثورة هتغلين السلام. السلام هيعم كل أنحاء السودان من جنوبه لشماله لشرقه لغربه. وأخواننا كانوا حاملين السلاح هيرجعوا تاني للشمال وقعدوا تفاوضوا من غير حرب من غير موت. حقيقة الثورة حتحقق حاجات كثيرة جدا. أول حاجة دارينا الصحة ترجع لمستوى الأول، إنه يكون متاحة للجميع وليس للطبقة الغنية فقط في المستشفيات الخاصة، وكذلك التعليم يكون متاح لكل الطبقات في المجتمع
داخل وخارج العاصمة، وترجع سيرة الجامعات السودانية لعصر الأول، بحيث أنه يكون الخريج متوظف أول ما يطلع من الجامعة يلقى حقوقه ويلقى حاجاته، والناس تعيش في رخاء وما يكون في مشكلة بتاعت أنه أنا أجيب قروش من وين، هتصرف كيف، هعمل شيء. نتمنى الرخاء ونتمنى أنه فعلاً حاجات الثلاثة تحقق، حرية، سلام وعدالة. نحن كشعب السوداني بنامل أنه الثورة دي تحقق لنا أهدافنا ومطالبنا، واللي هي ثمرة الثورة دي اللي هي الحمد لله حجينا حكومتنا المدنية اللي حيكون فيها سلطة قانون تاني، ما فضل بيقدر يسرق، ما فضل بيقدر يعمل كده زي ما كان يعمل الكيزان، ونرجو من الحكومة المدنية أنها تستغل خيرات السودان الوفيرة عشان تخلق لنا سودان جديد، سودان يسع الجميع، سودان من حق الأطفال أنهم يتعلموا فيه، سودان من حق المواطن أنه يتعالج مجان، من حق المواطن أنه يقول رأيه في النظام عادي. فنحن دايرين حكومة مدنية بتحقق لنا العدل في السودان. أطلب من الشرطة، من الحكومة المدنية تحاول تصلح بأقدر الإمكان، تحاول تصلح البلد بأحسن الإمكان، تحاول تصلح البلد عشان الناس تقوم وتمشي، وأخواننا البر السوداني راجعين تاني البلد بتاعتهم، وتشيلهم وترحب بهم من جديد ومن أول جديد. الثورة حتحقق لنا حاجات كثيرة، أكثر حاجة بيئة الشباب حيستفيدوا من مطالب الثورة إن شاء الله. حيكون في استقرار إن شاء الله، حيكون في أمان، حيكون يتصلح الاقتصاد بتاع البلد إن شاء الله، وكده حتستمر الحياة بشكل أفضل. والسؤال نفسه طبعا طرحناه على متابعي التلفزيون العربي على موقع تويتر، ونتابع أبرز التعليقات. ياسين، حرية، سلام، عدالة، هذا ما تغنت به الثورة ونادت به. محمد، كثير وكثير ما زال لديهم مستقبل مشرق، فبالساعد والفكر يمكنهم تحسين المجالات بشتى أصنافها الاقتصادية والصحية والسياسية وغيرها. وعلي، الشباب له طموح عال في تنمية الوطن والنهوض به إلى أعلى المنصات. أما أنس فيرى أنها فرص عمل، رفع جودة التعليم، مشاركة في العمل السياسي النقابي. ونختم مع مشارك يرى أن الشباب السوداني شباب واع جدا وقادر على أن يحدث تغييرا كاملا للسودان وأغلب المجتمع، طبعا شباب، وهذا أمر جيد، جعل المجتمع متقاربا. إذن كانت هذه أبرز تعليقات حول موضوع اليوم. شاركونا آراءكم عبر منصات التلفزيون العربي، على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام، وكونوا جزءا دائما من النقاش. والآن إلى شباك الثقافة، حيث نزور سوريا في القرن العشرين من خلال صور وشهادات رصدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في إصداره الجديد صور من حياة مجتمعات سوريا القرن العشرين، والذي أعده الباحث السوري عبد الله حنا. الكتاب يبحث في مختلف المكونات المجتمعية والسياسية والاقتصادية للمجتمع السوري منذ نهاية الحكم العثماني مرورا بالاستعمار ثم الاستقلال. Thank you.
وينضم إلينا من باريس سلام كواكبي، مدير المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات في باريس. مساء الخير سلام وأهلا بك. إذن الكتاب يعني صدر حديثا ولم يصلنا بعد، لكن في مقدمته نستطيع أن نقرأ في إحدى الصحف: بعد عقود من الحكم الشمولي في سوريا الذي لم يكن خطاب رسمي تبنى سوى رواية واحدة لتاريخها يخدم طبعا إيديولوجية النظام، يأتي هذا الكتاب اليوم. ما أهمية هذا الكتاب برأيك في فضح تلك الإيديولوجية الواحدة؟ طبعا الكتاب هو مشروع توثيقي دقيق وعميق، معروف عن الدكتور عبد الله حنا المؤرخ السوري المعروف أنه يعمل بصمت وبجهد رغم سنه المتقدم، والله يعطيه كل العمر. وهو أنا أذكر حتى مروره بحلب عند إعداده لمجموعة من الكتب السابقة لهذا الكتاب عن حركة العمالية وعن حركة الفلاحية وعن عدة أمور لها علاقة بتاريخ سوريا. هو جمع وثائق من خلال باحثين ليسوا بالباحثين، هم عمال يخضعون لدورة نقابية، طلب منهم أن يقوموا ببحث ميداني. الكتاب مهم جدا لأنه يعكس شهادات غير مغير، يعني لم يعبث بها ولم يغير في مضمونها شيئا، ربما هو رتبها وصاغها ووضعها في إطارها التاريخي ولكن لم يغير من مضمونها شيئا حتى لغويا، يعني حتى أحيانا هناك في بعض النصوص غير مكتوبة بلغة غير جيدة جدا ولكنها مقروءة ومفهومة. قام بها هؤلاء الباحثون العمال المطلوب منهم هذا البحث. نعم. وهي تعكس مرحلة تأسيسية لها علاقة في مرحلة الانتداب، لها علاقة في المرحلة الإقطاعية، لها علاقة في الطموحات التي كانت لدى البعض بالتحول إلى النظام الاشتراكي الذي لم يحصل في سوريا، وصارت هناك رأسمالية النظام، رأسمالية الفئة، رأسمالية المحيط. وبالتالي هو دون أن يصل أن يقول لنا كل هذه الأقوال، لكنه يصل بنا بالاستنتاج والاستقراء البسيط الواعي إلى كل هذه الاستنتاجات. نعم، وبالتأكيد هو يطرح فكرة الحركة النقابية في صعودها ونزولها وانهيارها، يعني برأي الكثيرين والخبراء، لأنه الحركة النقابية خلينا نقول في سوريا يعني معدومة كانت قبل الثورة، وهذه المشكلة. لكن برأيك فقط لنوضح للمشاهدين، لمن يريد طبعا الاطلاع على هذا الكتاب، يعني عندما يجري اللقاءات طلبة من المعهد النقابي العمالي المركزي في سوريا، هذه نقابة أو هيئة رسمية خلينا نقول، فكيف يمكن لهيئة رسمية أن تنتج، يعني ما بدي أقول طلاب، لكن تنتج عقليات تساعد في كشف تاريخ حقيقي للبلاد، ونعرف أن تاريخ سوريا زور مرات ومرات. طبعا هذا سؤال مشروع وخاصة في ظل النظام القائم في سوريا، ولكن الأمر يعود أيضا إلى اجتهاد الباحث الأستاذ. كما نورد مثال معهد العلوم السياسية في دمشق، وهو كان معهدا أمنيا بامتياز، ولكنه خرج منه باحثون مجدون وباحثون مجتهدون عملوا على نفسهم وطلعوا من خلال أساتذتهم، بعض الأساتذة كانوا منصفين وواعين، إلى ترشيد عملهم وترشيد جهودهم. وبالتالي لا يمكن أن نرمي الطفل وماء الطفل كما يقولون. المعاهد السيئة عموما كان فيها بعض الجوانب الإيجابية، كان فيها بعض النشاطات الإيجابية، وهذا يشمل المعهد النقابي. ولولا جهد الدكتور عبد الله حنا في توجيه طلبته الذين اقتنعوا بما يريده منهم أن يقوموا بجمع شهادات فقط، لم يطلب منهم تحليل إيديولوجي أو اتخاذ موقف، طلب منهم جمع شهادات، وظهر من خلال الشهادات تفاوت فظيع أو تفاوت ملفت للانتباه بين شهادات قام بين أبحاث قام بها أشخاص فهموا الدرس، وأشخاص قاموا بتعبئة استمارات بعبارات كثيرة البعثنة، يعني كثيرة اللغة الخشبية وبعيدة جدا البعد عن الواقع، ولكنها وردت في الكتاب لأنه جزء من العمل أن ترد مثل هذه الأفكار في الكتاب، ليظهر كيف هو استطاع
في جزء كبير من الشهادات أو الاستمارات أن يحصل على معلومات دقيقة ومهمة، وفي الجزء الآخر هناك معلومات أملأ ربما بعض الباحثين العمال الذين عملوا تحت إشرافه قاموا بإملائها بدون الذهاب حتى إلى أرض الواقع، أملأوها في غرفهم أو في مقرات شعبهم أو إلى آخره. وكما ذكرت أنت النقابات في سوريا أجهضت وتحولت إلى جزء من البيروقراطية الأمنية منذ 1970 على الأقل، ولم تعد تدافع أبدا عن حقوق العمال ولم تعد تمثل أبدا حقوق العمال، وهذا يتناقض تماما مع مفهوم النظام الاشتراكي الذي يحلو للبعض الظن بأنه كان موجودا في سوريا. نعم سلام، طبعا مع صدور هذا الكتاب وكتب أخرى لها علاقة بالتوثيق وأنت كمدير اليوم للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس، برأيك هل التوثيق أخذ نصيبه المفترض حتى اليوم خلال 8 سنوات على عمر الثورة السورية، إن كنت تعتقد أنها انتصرت أو فشلت؟ لكن بكل أحوال هل التوثيق أخذ حقه؟ للأسف الشديد التوثيق لم يأخذ حقه. البحث العلمي التوثيقي كان ضعيفا جدا في الفترة الماضية، كان هناك توثيق يعني شبه غير حرفي غير مهني غير علمي، والآن وليس دعاية ولكن المركز العربي أطلق مبادرة عملية توثيق الثورة السورية ويقوم بعمل منهجي علمي بدون أخذ أي مواقف معينة، ولكن حتى لا يكون التاريخ يصنعه الكاذبون ولا أقول المنتصرون، يجب أن يكون التاريخ مستند إلى وثائق محكمة، وثائق علمية واضحة إن كان لصالحنا أو لغير صالحنا، ولكن يجب أن يكون هذا التوثيق مستند إلى منهجية وعملية علمية واضحة، وهذا ما يقوم به المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ويشرف على المشروع الدكتور عبد الرحمن الحاج، وأنا أعتقد أن هذا مشروع رائد ومهم جدا. وللأسف الشديد هناك وثائق مبعثرة وهناك اجتهادات فردية أو شبه مجموعات صغيرة قامت ببعض التوثيقات، لكن من المفضل ومن المستحسن أن يقوم هناك موضوع منهجي، أن يكون هناك عمل علمي يجمع هذه الوثائق ويضعها أمام الباحثين. نعم سلام الكواكبي مدير المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. ارتبط اسم الجمهورية التشيكية عقودا باسم البوهيميا ومنتجاتها الكريستال الشهيرة. صناعة الكريستال التشيكي حرفة تقليدية تعود إلى القرن 16، نتعرف على قصتها في التقرير التالي. جاء حرفي زجاج إلى هذه المنطقة قبل حوالي 1000 عام بعدما هربوا من مدينة البندقية في إيطاليا، فالبيئة هنا كانت مثالية جدا لإنتاج الزجاج ووفرت للحرفيين كل ما كانوا يحتاجون له من مواد خام إضافة للماء والخشب. تتم المرحلة الأولى من إنتاج الكريستال في المصنع، حيث يتم دمج المواد المطلوبة مع بعضها البعض، وهي تتكون من الماء والبوتاسيوم والرمل، يضاف إليها بعض المكونات التي تحدد اللون. نحن نعمل هنا على إنتاج الزجاج بألوان متعددة، نتعامل بشكل دوري مع عشر ألوان، لكننا قادرون على خلق ألوان إضافية في حال كان ذلك مطلوبا. بعد الانتهاء من عملية الإنتاج يتم إحضار الزجاج إلى هذا القسم، حيث يخضع لعمليات التزيين المختلفة. نأخذ بعين الاعتبار أن التزيين نشأ أساساً لإخفاء العيوب التي كانت موجودة في المنتج مثل الفقاعات الهوائية والأحجار الصغيرة وما شابه.
مدة إنتاج الكريستال تتراوح بين 5 أيام وعدة شهور. كل شخص يحرص على شراء منتج ذو نوعية جيدة من تلك التي تحمل العلامة المسجلة، فالبعض ينجذب إلى القطعة التي تلمع، والبعض الآخر يسعى إلى الصوت الفريد أو الرنة التي تصدرها القطعة، وهناك قسم آخر يهتم بالشكل كاللون والزينة، فهذه مسألة ذوق. مصيدة القمح في الوثائقي من إنتاج تلفزيون العربي أو من إنتاج العربي يحكي قصة تحول سلة غذاء العالم العربي. السودان من بلد يعتمد على الذرة في غذائه إلى القمح، ما جعله يعتمد على معونات القمح الأجنبية وما يتبعها من ضغوط خارجية. تتابعون الليلة في 7 بتوقيت غرينتش قصة المزارع السوداني كمال وعائلته. المعونة الأمريكية علمتنا التجيب وعلمتنا الجمح وعلمتنا الرغي. معونات أمريكية للسودان أواسط القرن الماضي غيرت عاداته. نحن المفروض نأكل نوكل الدول الحولنا. وثورة شعبية أواخر العام الماضي أسقطت نظامه. لا بد من إدارة قوية وبصلاحيات قوية. ولكن هل من رابط بينهما؟ الاختيار المتركي اختلف. الفيلم الوثائقي مصيدة القمح. مسؤولية كبيرة طبعا. وينضم إلينا من الخرطوم محمد فاوي المخرج السوداني. مساء الخير محمد وأهلا بك. إذن يعني ليست يوميات الثورة والثورات طبعا وحدها ما يجب الحديث عنه اليوم، بل عما سبق تلك الثورات، عما ساهم في تفجير تلك الثورات. فما علاقة هذا الموضوع فعلا المهم الذي طرحته في فيلمك مع الثورة السودانية؟ مرحبا بكم ومرحبا بالمشاهدين. حقيقة هو ده دور الفن عموما، إنه هو بيتم تسليط الضوء على النقاط اللي بيكون الناس ما منتبهين لها، وده الحاجة اللي حاولنا نعملها في فيلم مصيدة القمح. حاولنا ندرس لماذا تقوم الثورات وما تأثير الغذاء على الثورات وكيف تؤثر هي ذاتها فيهم. فكان دائما عندنا سؤال منذ الصغر في المدارس، بيعلمون عن السودان سلة غذاء العالم، السودان سلة غذاء الوطن العربي، لكن في نفس الوقت هنالك صفوف طويلة للخبز في الخرطوم، هنالك مجاعات في الخرطوم، هنالك عدم استقرار سياسي، هنالك ثورات متلاحقة منذ الستينات، دي الآن الثورة الثالثة في السودان. فكان في التساؤل، لماذا دولة تمتلك النيل أحد أطول الأنهار في العالم وتمتلك الأراضي الزراعية الشاسعة كما درسنا في الكتب وكما رأينا يعني، لماذا هذه الدول تجوع دولة زي السودان؟ فمن هنا جاء الفكرة بتاع صناعة الفيلم. نعم طبعا لن نروي أحداث الفيلم الذي سيعرض هذا المساء، لكن أنت اخترت تجربة عائلة واحدة فقط صحيح؟ نعم، نحن اخترنا تجربة المزارع كمال. هو فريق عمل الفيلم منذ الأول كان عنده رؤية أن يكون استايل الفيلم سينمائي وأن نبعد عن التغريرية في الفيلم، فلذلك طوال يعني أن يكون روائي وليس وثائقي. هو يقال أن الفيلم الوثائقي الممتاز هو الذي يقترب أكثر ما يكون للفيلم الروائي، وأعتقد أنه دي الحاجة اللي كنا بنحاول نعملها في الفيلم. نعم، لكنه في النهاية هو فيلم وثائقي. حاولنا أن يكون بيروي قصة. هو فيلم وثائقي طبعا، لكن تدور أحداثه بين بدون صورة تغريرية، بدون ما نحاور وزراء أو مسؤولين. الفيلم تم مع بطل الفيلم كمال، وهو مزارع سوداني، وعائلته، ابنته إيلاف ووالدته، وكيف تأثرت أسرتهم وغريتهم بتغيير النمط الغذائي في السودان من الذرة للقمح، وهو كمزارع
ما هي الحلول التي يطرحها عمليا في زراعته. احنا الفيلم صورناه خلال سنتين، كنا بنصور معاه كل مواسم الزراعة والحصاد للذرة والقمح ولمنتجات أخرى، فالفيلم كان واقع جدا في متابعة حياتهم اليومية بصورة صادقة، حتى أغلب مشاهد الفيلم لم يكن هنالك تخطيط لتصويره. نعم طبعا محمد، أنت يعني تحدثت عن مصيدة، أن القمح مصيدة، وهي مفردة دقيقة جدا ومعبرة، لأنه في كثير من الثورات العربية كانت هناك مصايد طبعا مشتركة، خليني أقول، ومنها الجفاف، الموضوع الزراعة، موضوع الفقر، موضوع الفساد. كيف لم يلتفت المسؤولون في السودان إلى هذا الموضوع الذي من شأنه أن يشعل ثورة، والذي أشعل ثورة أو كان في رابط، خليني أقول، كان أحد الأسباب الأساسية؟ هو فعلا أول مظاهرة كبيرة في السودان طلعت، هي طلعت من مخبز ولعدم توفر رغيف الخبز، وموضوع القمح هو موضوع أمن غذائي في كل الوطن العربي في كل أفريقيا، ما زي ما أنت قلتي هو ما موضوع سهل إن الجهات الأمنية توافق على تصوير وإنجاز مثل هذا الفيلم. لكن يعني فعلا أنا بشكر الأستاذ رضا فايز البروديوسر في التلفزيون العربي، كان متابع معنا طيلة السنتين كيف نصور، كيف نحاول نستخدم كاميرات معينة، كيف نحاول نستخدم أجواء معينة في التصوير. غير خبرتنا، أنا ده أول فيلم وسائق لي طويل، بس عندي خبرة في أفلام 5 دقائق وعشر دقائق في التصوير في الظروف الأمنية الصعبة، ومع فترة الثورة فعلا كان التصوير صعب جدا، بس الفترة الطويلة أدتنا مساحة للترتيب. نعم، وهل تحضر اليوم طبعا فيلم جديد أيضا عن قضايا، خليني أقول، سودانية راهنة ليس بالضرورة الثورة؟ وهل ماذا؟ هل تحضر اليوم لفيلم جديد؟ هل هناك فكرة فيلم وثائقي جديد عن ما يحدث في السودان، إن كان عن الثورة أو عن الحديقة الخلفية، خليني أقول؟ أنا أؤمن أن الثورات نوعين، والحاجة دي متمثلة في الفيلم نفسه، المشاهدين لما يتفضلوا يشوفوه إن شاء الله لبعدين. الثورات نوعين، في ناس بيطلعوا الثورة في الشارع وفي ناس بيطلعوا الثورة بالعمل، وبطل فيلمنا كمال هو من النوع ده، وأنا كذلك بحاول أن يكون هنالك عمل أفلام أخرى، أفكار ما شرط يكون محتكة بالحاصل في الشارع الآن، ولكن عشان نشوف الرؤية الكاملة للأشياء، لأنه ده دور الفن، أن نحاول الإجابة على السؤال المحوري كيف نعيش. فأنا أفكر في فيلم جديد، أنا دائما كنت مشغول بالسودان وإمكانياته الهائلة مقابل إنتاج الضعيف، فبفكر في فيلم عن الصمغ العربي، وهو السودان ينتج أكثر من 80% من الصمغ العربي، هو منتج مهم جدا في العالم، في الكوكاكولا، في الشوكولات، تقريبا في أي شيء يدخل، لأنه مادة حافظة طبيعية، بس الدولة اللي بتنتج 80% من الصمغ العربي واللي هي السودان هي دولة فقيرة، فكيف هذا؟ يعني عايز أبحث وراء هذا السؤال. نعم، وبالتأكيد سؤال يعني لافت، خلينا نقول. محمد فاوي المخرج السوداني كنت معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك. تتابعونا مشاهدينا الوثائقي الليلة في 7 بتوقيت غرينتش، 9 بتوقيت القدس، قصة المزارع السوداني كمال وعائلته على شاشة العربية. فاصل أخير وتتابعونا بعده في شباك الدنيا إلى فرنسا، لنتابع كيف احتفلت مدينة شانتيي الفرنسية بمرور 300 عام على افتتاح الاسطبلات الملكية هناك. ومنظمة الصحة العالمية تؤكد السجائر الإلكترونية وأجهزة تسخين التبغ لا تساعد في مكافحة السرطان. التفاصيل مع دانيا أرشيد في شباك الصحة بعد قليل.
والآن إلى شباك الصحة مع الزميلة دانيا أرشيد. نتحدث عن السجائر الإلكترونية. كيفك دانيا؟ زعلانة أنا اليوم كتير سلام. وكنت رح أحتاج وما أقدم هاي الفقرة معك لأنه ما عم تحكي بس عن السجائر الإلكترونية، عن اللي بتسخن الطبخ تماما. وفعلا هي مو أنا، هي دي تقرير منظمة الصحة العالمية حتى عن اللي بتسخن الطبخ. نعم. سموها بالاسم الهيتس آيكوس. صح. طيب هاتي لنشوف. هلا مثل ما بتعرفي خلينا نقول خلال العقدين الماضيين انتشرت بكثرة السجائر الإلكترونية لأنه كان في مزاعم كتير تشير إلى أنه هي أضرارها على الصحة العامة أقل بكتير من السجائر العادية، خصوصا على صعيد أمراض القلب والسرطانات وغيرها من الأمراض. اليوم لا، رح نشوف التقرير اللي صدر عن منظمة الصحة العالمية مؤخرا واللي بيشير إلى عكس من ذلك، عكس ذلك بكثير، ورح نشوف التقرير وبعدين رح نتناول أيضا آثار سلبية أخرى للسجائر الإلكترونية على الصحة العامة. نبدأ نتابع التقرير ونبدأ النقاش. أكدت منظمة الصحة العالمية مؤخراً أن السجائر الإلكترونية وأجهزة تسخين التبغ غير مجدية في الحد من السرطان، وحثت المنظمة المدخنين والحكومات على عدم الوثوق في مزاعم شركات السجائر وما يروجونه. هناك قضية مهمة أخرى نذكر أنفسنا بها، هي أن صناعة التبغ تحاول إعادة صياغة نفسها وإعادة تأسيس وإيجاد الشرعية والبحث عن منصات مختلفة، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل العديد من البلدان تجد صعوبة في إحراز تقدم، لأن الصناعات تذهب إلى ابتكار منتجات جديدة ومبتكرة وتدفع الحكومات إلى تشريعات أقل. تدعي صناعة التبغ أنها وسيلة للإقلاع عن التدخين، لكن الأدلة لا تظهر ذلك، والدليل في الولايات المتحدة على سبيل المثال، حيث فتحت السوق للسجائر الإلكترونية لما يقرب من 7 إلى 8 سنوات. في سكتة دماغية واحدة شاهدوا زيادة في تناول التبغ عند الشباب في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بدأ الشباب في القول هذا أكثر أمانا، هذا جميل، دعنا نتناوله ثم ننتقل إلى التبغ، لذا فهي أيضا بوابة للشباب. ويجري الترويج بشكل قوي للسجائر الإلكترونية الحاوية على النيكوتين من دون تبغ كوسيلة للإقلاع عن التدخين، إلا أن تقرير منظمة الصحة العالمية يؤكد أنه لا وجود لدليل يبرر هذه الادعاءات. So the answer is it needs to be regulated. WHO's clear guidelines. الجواب هو أنه يحتاج إلى رقابة. إرشادات منظمة الصحة العالمية واضحة في رقابة السجائر الإلكترونية. إذا كنت تحضره فلا بأس، إذا كنت لا تحضره فقم برقابته ولا تدعه يطرح مجانا في السوق لأن الشباب سيتعاملون معه. تمتلك مؤسسة فيليب موريس فاونديشن استثمارات بقيمة $1 مليار من فيليب موريس لترويج لمنتجاتها الجديدة والتي نسميها منتجات التبغ المسخنة، تسخن ولا تحترق، مثل مركبة إيكوس أو جلو أو بلومتك من التبغ الياباني. الجلو هو من التبغ البريطاني الأمريكي، لذلك فإن المنتجات الأخرى المتاحة الآن في عدد من البلدان هي منتجات التبغ بشكل أساسي. لا يوجد فرق بين سجائر ومنتجات التبغ الساخنة، إلا أنه من حيث التعرض للدخان فيكون أقل والدخان غير مرئي. وفي عام 2003 اخترع الكيميائي الصيني هون ليك السيجارة الإلكترونية، وفي عام 2004 صنعت على شكل السيجارة التقليدية المعروفة وطرحت في الأسواق كبديل للسيجارة التقليدية الضارة المسببة للسرطان، ومنذ ذلك الحين انتشرت هذه السيجارة في العالم كالنار في الهشيم. وفي عام 2016 أشارت التقديرات إلى أن 12% في أوروبا وأمريكا جرى السيجارة الإلكترونية، واستمر باستعمالها 1.1% من البالغين. طيب دانيا، يعني ما بعرف من بدي بلش فعلا بهالموضوع المقت تبع اليوم، بس اوكي، السيجارة بالعموم بيقولوا بتقلل من مناعة الجسم. صح. هل السيجارة الإلكترونية بتقلل اكثر او بتضر اكثر؟
هلا كثير طبعا لاسئله عن مدار السجائر الالكترونيه، لانه هي مثل ما حكينا اول شيء وجدت السجائر الالكترونيه لحتى تقلل كما تدعي المزاعم من مخاطر السجائر او التبغ العادي، ولكن في دراسات للاسف اشارت انه هي منا افضل بكثير. مثل ما حكيت اذا نبلش على الصعيد المناعي او جهاز المناعه، وجد انه السجائر الالكترونيه تؤدي الى تلف الخلايا الحيويه الموجوده في جهاز المناعه. ايضا وجد انه تدخين السجائر الالكترونيه يؤثر سلبا على الخلايا المناعيه الموجوده في الرئتين، وهذا يجعل الإنسان عرضة أكثر للالتهابات. في دراسة تجريبية صغيرة أشرف عليها دكتور أو باحث من جامعة برمنغهام، طبعا كان العدد صغير فربما هي منا مؤشر دقيق، لكن تشير إلى أنه السجائر الإلكترونية بالفعل لها كثير تأثير سلبي. فهو حتى ابتكر إجراء ميكانيكي لحتى يعمل محاكاة لتدخين السجائر الإلكترونية في المعمل، وأخذ عينات رئوية من 8 أشخاص غير مدخنين، وشاف أنه دخان السجائر الإلكترونية في المعمل يؤثر عليهم بشكل مباشر ويسبب آفات رئوية لهم مقارنة من الأشخاص اللي ما بيتعرضوا لدخان هذه السجائر. طب دانيا، يعني نحن نعرف دائما الدكاترة بيحكوا عن مدار الأرجيلة، بيقولوا أرجيلة واحدة ربما قد بتعادل علبة سيجارات، وخاصة المنكهة فيها لأن بيكون فيها جليسرين. يعني أنت ربطتي نكهات الأرجيلة بنكهات السجائر الإلكترونية؟ لا، بقى في نكهات إيه طبعا، في سيجارة إلكترونية اللي هي مثل الأرجيلة وهي لياسمين، بتفريز وما فريز وتفاحتين عشوائي وكذا، مو تفاحة واحدة اثنين ولارانيا كمان. السيجارة الإلكترونية اللي المنكهات تبعها شو أضرارها؟ كتير منيح سؤالك. أول شيء منكهات السجائر الإلكترونية وجد أنه هي بتأثر على الأوعية الدموية، كيف بتأثر أمراض القلب على الأوعية الدموية، نفس الشيء هذه النكهات تؤثر. في تجربة أو دراسة قامت فيها كلية الطب بجامعة واشنطن ونشرت أعتقد العام الماضي، أشارت إلى أنه النكهات المختلفة مثل الفريز مثل ما قلتي والأناناس والموز والكيوي وإلى آخره تؤثر، والبطيخ تؤثر على الأوعية الدموية وتخلي جسم يعمل رد فعل عكسي، وبالتالي يصير أكثر عرضة لأمراض القلب والسكتات الدماغية والقلبية طبعا. نعم، ولذلك فهذا كتير مثل ما حكيتي كتير جدا مؤثر سلبي. فلذلك يعني ما عملوا عجمي سيجارة إلكترونية عجمي، لأن صحي أكثر نقولوا على العجمي يا صبايا. طيب طبعا بس كان وعزى العلماء هذا التأثير المباشر إلى أنه هذه النكهات تؤدي إلى انخفاض مستويات أكسيد النتريك، وبالتالي بتصير الأوعية الدموية قابلة للتورم أكثر وتفقد مرونتها، وبالتالي إذا بصير في تدفق للدم فهي يعني مو فاقدة مرونتها فتؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وبالتالي لذلك تؤثر على الأوعية الدموية وبتؤدي إلى أنه يصاب الإنسان أكثر بأمراض القلب وغيرها من الأمراض. نعم، وبينحكى كثير عن سوائل السيجارة الإلكترونية أنها مضرة، وما بعرف إذا إلها علاقة بأنه بتعمل سوائل بالرئة أو في كمان سوائل السجائر الإلكترونية. في دراسة بحثية أسترالية قامت بدراسة سوائل، بدها تشوف شو فيها هي السوائل السجائر الإلكترونية وكيف بتأثر على المدخنين، فشافوا أول شيء أنه 60% من هالسوائل اللي بيقولوا أصحاب الشركات أنه هي خالية من النيكوتين طلع 60% فيها نيكوتين. هي أول شغلة. الشغلة الثانية أنه طلع فيها للأسف أشياء جدا مقززة، فيها أشياء تشبه الفضلات البشرية والحيوانية، بالإضافة إلى أشياء تشبه المبيدات الحشرية. لذلك يجب دوما التأكد من اسم الشركة وشو المركبات الداخلية في هذه السوائل. الشركات المحترمة يعني لا تستخدم، يعني المفروض بما أنه صارت كثير منتشرة صار بيخاف الواحد طبعا. وهي الدراسة ما كانت صارت على البسطات بتنباع شوي تاني. وهذه الدراسة أيضا نشرت في المجلة الطبية الأسترالية، يعني كانت دراسة رسمية. وهل في مواد ضارة غير السوائل؟ كمان في مقال نشر بموقع طبي ألماني أشار أنه فلنفرض هذه السوائل عم بيقولوا أصحابها أنه ما فيها نيكوتين، ففيها مركب تاني اسمه 2-كلوروفينول، هذا المركب جدا سام ويستخدم كمبيد حشري فهو قاتل الحشرات، فتخيلي قديش هو سام. وأيضا في مقالة نشرت بصحيفة الديلي ميل أشارت نقلت عن مسؤول صحي بريطاني قوله أنه فيها كتير مواد مقززة وفيها أشياء تشبه مثل ما حكينا الفضلات البشرية والحيوانية، لذلك
فكر أي شخص مرتين قبل تناول هذه المركبات والمنتجات. خلاص عودوا إلى السيجار العادي، السيجارات العادية. أفضل الشيء تبطيلهم كلهم بما فيهم الأرجيل وكل شيء. شكرا كثير دانيا. شكرا ديما. في شباك الدنيا لليوم نذهب إلى فرنسا وتحديدا منطقة شانتيي الواقعة في واز، حيث احتفل متحف الخيل بمرور 300 عام على افتتاح اسطبلات الخيل العريقة. هذه الاسطبلات افتتحت في القرن 18، عروض تاريخية للخيل والفرسان تروي قصة الاسطبلات الملكية باستخدام الأزياء والموسيقى التقليدية. أصالة هذا المكان هي أنه قصر حقيقي للخيول وقد صمم خارج القلعة. هذا المبنى يشعر المرء بالفخر وهو ما يجعله مميزا. يأتي هذا العرض للاحتفال بمرور 300 عام على إقامة الاسطبلات الكبرى، لم نستطع الاحتفال بها من قبل، أما الآن فهي فرصة جيدة لذلك. عندما يركب المرء فرسا يستعمل جسده ويديه وساقيه ووزنه للتواصل مع الفرس والسيطرة عليه وقيادته، سواء للتوقف أو العودة إلى الوراء. قبل الختام نطلع على بعض مواضيع حلقة يوم الغد. تعليم المواد العلمية باللغة الأجنبية بدلا من العربية سيكون موضوع نقاشنا، خاصة بعد الجدل القائم في المغرب بعيد تصويت لجنة التعليم والثقافة والاتصال في مجلس النواب المغربي على مضامين مشروع قانون يقضي بفرنسة التعليم. سادة الأسرار، معرض فوتوغرافي فريد من نوعه يسلط الضوء على طائفة الدروز في لبنان. إعادة ترميم قلعة كركوك ومساعي حكومية عراقية لإدراجها ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو. ونختتم حلقتنا كالعادة والشباك السعيد من التشيك، حيث استمتع فرسا نهر في حديقة حيوان في العاصمة براغ بجلسة تنظيف الأسنان غير تقليدية، ويحصلان على الخس والجزر كمكافأة في النهاية. نترككم مع هذه اللقطات الطريفة ونلتقي غدا في 6 بتوقيت القدس، 3 بتوقيت غرينتش. إلى اللقاء.